نبارك للمغاربه كاملين، كنقول لهم مبروك عواشركم ورمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه. بالنسبه للمشاركه ديالي في السهره الختاميه في مهرجان ايقاعات العالم موازين في الدوره 16 ديالو، هي شرف ليا وشرف الاغنيه الشعبيه بصفه عامه، وان شاء الله كما شفتوا ان اجواء جميله وجمهور حضر بكثافه، وكنقول ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالهم ونثبتوا لهم بان الشعبي حتى هو راه كيقول الكلمه ديالو في مهرجان موازين الجديد. يلاه طرحت انا البوم دابا شي اسبوع باش خرج دابا للسوق، هو عذروني الا شتوني قدامها بكيت، غير حبها اللي اثر فيا. تفرجوا الفنان ديالنا الكبير عبد الله الداودي عند اللي بالاغنيه الشعبيه، كيحبوا الكبير والصغير والعائلات ديالنا، وهذه تحيه ليه من المنبر هذا، وحنا راه محبين ديالو، جينا من الدار البيضاء باش نتفرجوا فيه، ان شاء الله ندوزوا معاه سهره مليحه ان شاء الله. في عبد الله الداودي ان شاء الله، ونتمنوا تدوز واحد السهره تكون في المستوى، حنا من المحبين ديالو، تنبغيوه تنموتوا عليه، ومن زمان تنبغيو عبد الله الداودي والله يخليه لينا.